أصدقائي أهلا بكم في فيديو جديد وأكلة جديدة. والأكلة النهاردة اسمها شوربة الحريرة. شوربة الحريرة هي أصلها أندلسي وبيعملوها برضو في الجزائر وفي تونس، بس من الأصل أندلسي. تعالوا نشوف إيه هي مكونات شوربة الحريرة. معانا هيبقى معانا لحمة متقطعة صغير، وعندنا طماطم متقطعة صغير، بصلاية برضو متقطعة صغير، كل حاجة تبقى صغيرة، وعندنا حمص، علبة حمص، وعندنا عدس بجبة، وعندنا زعفران، هنحط حبة صغيرين جدا من الزعفران، الصلصة، معلقتين الصلصة دول بيتحطوا في الآخر، وهيبقى معانا شبت وبقدونس برضو في الآخر، وحبة دقيق. يلا نشوف هنعملهم ازاي. نجيب الحلة وهحط كل دول مع بعض. هحط اللحمة وبعدين هحط الطماطم كله صغير، وبعدين هحط البصل، ميزة الحقيقة ان انت بتحطي كله على بعضه وعلى النار وتسيبيها وتروحي تعملي اي حاجه ثانيه. وادي العدس هنعمله كده، وفضل حبة صغيرين نحطهم. وهنحط الحمص، وهنحط الحلة على النار. هجيب الزعفران، زي ما قلت حاجة لا تسكر من الزعفران. وهجيب المية، انا طبعا نسيت اجيب الماء، احط المية. ماشي، هنغطي عليها حلة، هنغطي عليها وهنسيبها خالص. استنى بقى كله يستوي مع بعض. غطي الحلة وكده خلاص. طبعا دي دلوقتي بعد ما عجليت، هي بقالها ساعة على النار. دلوقتي انا هحط معلقتين صلصة، لان هي بيبقى شكلها تحفة طبعا لما بنحط صلصة عليها. دول معلقتين بالظبط. تتقلب، بعدين هنسيبها شوية لغاية لما تغلي، وبعدين هنضيف عليها حبة نشا، سوري، حبة دقيق مع مية لغاية عشان بس تتقل شوية، وفي الآخر خالص هنحط الشبت والبقدونس وتتقدم. وبالهنا والشفا. طبعا أنا هغطي عليها بس لغاية لما تغلي شوية، وبعدين هشوف الدقيق. طبعا الصلصه دابت دلوقتي، انا دوبت معلقتين طعام دقيق في حبه ميه. طبعا بتبقى ده الشكل بتاع الدقيق، وبنزلها بقى عليه، وانت طبعا بتشوفي هل انت محتاجه دقيق تاني ولا لا، بتشوفي التخ السمك. انا كنت هقول التخ.
طب يلا نحط لها حبه كمان. اعتقد كده سلقها كويس. طبعا دي على حسب انت اللي بتشوفي تظبطي السلق بتاع الشوربه. طبعا هي لذيذه وزي ما قلت في الاول خالص، بتحطي كل حاجه بتحطيها على النار بتنسيها وتروحي تعملي اي حاجه. هي دي حلاوتها يعني. هنحطهم على التوب وهنقلب وبعدين نغرفها. طبعا دي بعد ما غليت وبعد ما حطينا الدقيق ده بقى شكلها. دلوقتي انا هحط البقدونس والكزبرة عليها. ريحتها جميلة جدا. وهنقلب. ريحين. شكلها حلو ها؟ من هنا والشفا. انا هسيبها تغلي بس شويه وبعدين هرجع اغرفها. طبعا زي ما انتوا عارفين ان احنا عندنا فقره احنا بنسميها اكله ومعلومه. النهارده انا جبت لكم شوربه الحريره. الشوربه دي شوربه مغربيه وجزائريه. انا في الاول قلت ان هي شوربه تونسيه وجزائريه، انا بعتذر، هي شوربه مغربيه وجزائريه وهي من الاصل اندلسيه. يا رب تعجبكم، تنسوش بقى تجربوها وتبعتولي تقولولي ايه رأيكم، ولايك وشير وسبسكرايب.